250 مليون درهم، غلاف مالي خصص لتنفيذ مجموعة من المشاريع تتعلق بتزويد بالماء الصالح للشرب والتطهير السائل على مستوى مدينة الداخلة، مشاريع تأتي بمناسبة الذكرى 25 لعيد العرش المجيد. تم اليوم تقديم 3 مشاريع مهمة غادي كلها وقعة كبيرة على مدينة الداخلة. هذه المشاريع اللي تتقدر تكلفتها الإجمالية بحوالي 250 مليون درهم تشتمل على 3 مشاريع أساسية. المشروع الأول يتعلق بتقوية إنتاج الماء الصالح للشرب شطر الاعتدالي. المشروع الثاني واللي دخل كذلك في إطار المحافظة على الماء وهو ترميم شبكة توزيع الماء الصالح للشرب. المشروع الثالث والمهم هو مشروع تكميلي لأشغال ترميم شبكة تصدير السائل بمدينة الداخلة. هي مشاريع ترم تحسين مردودية شبكة التوزيع والتقليل من التسربات المائية وتقليص العجز في الماء الصالح للشرب بالداخلة في أفق تأمين إمدادها بالماء الصالح للشرب من المحطة الكبيرة لتحلية الماء المشتركة الفلاحة الماء الصالح للشرب والتي يجري حاليا إنجازها.